سميتو الحصله وهو فيلم على الشباب اللي محمدي واكتشفت بان شحال هادي كان لي سبري ديال المشاهير وناس الغيوان وجيل الجلاله ولكن لو كاينه الرجاء سميتي سونيا تراب مخرجة وجيت اليوم نهضر على الفيلم الوثائقي الثاني ديالي اللي سميتو الحصلة. هذا الفيلم بديت لو بوين دو ديبار ديال الفيلم واحد الغنيه ديال المشاهب اللي سميتها الحصلة اللي تيقولوا فيها بعد ما كنت فين مهني بقيت اليوم وحدي ممدود فين هما شلانه السماني كلهم غابوا دوك الاسود وانا المشاهب عزاز عليا بزاف وعزاز على المغاربه كاملين حيت داكشي اللي غناوه في الستينات وفي السبعينات يطبق على دابا بحال اللي قالوا كلشي ومني كتصنتلهم دابا كتلقاهم بين الكلمات ديالهم باقين واقعيين كانوا اون افونس على الوقت ديالهم سابقين الوقت ديالهم ومشيت افيك هاد الاغنيه تنسول الشباب الحي محمدي كنقول واش كتعرفوا الحصله وبيان سور تيجاوبوني واش كاينه شي حصله اكثر من هذه اللي حنا حاصلين فيها وهاد لو بريتيكس هاد لو بوين دو ديبار ديال الحصله شويه بشويه بقيت عايشه معاهم كنصور معاهم وانا كنصور معاهم واكتشفت بزاف د الحوايج اكتشفت بان الحي محمدي اليوم الشباب ديالو فخور بلو باسي ديالو بالتاريخ ديالو ولكن هذاك الشباب اللي شحال كان تيتصنت المشاهب وناس الغيوان وجيل جلاله اليوم الشباب ديال اليوم كيتصنتوا الاغاني دراجة وكيلقاو راسهم في الاغاني دراجة وتيحسوا بدوك الاغاني دراجة وبهن هذاك الشباب ديال زمان ولا الشباب ديال دابا راه هو هذاك واحد الشباب اللي باغي عنده الامال وعنده الطموح وباغي غير نسمعوا له ونعترفوا به. محمدي ملي مشيت انا ما اختاريت حتى شي حاجه انا مشيت بالحصله ومشيت ما اكتشفت بهن الشباب ديال حي محمدي أكثرية ديالهم بيان سور التاريخ ديالهم هو الطاس ولكن هذا الجيل الجديد رجاوي كاينين الوداديين راه كنشوفهم في الفيلم ولكن لا ماجوريتي ديال الحي محمدي ديال دوك الشباب رجاوي اليوم هذا هو الواقع اليوم مي بيان سور الطاس حاضر في التاريخ ديالهم في لي سوفونير ديالهم بحال اللي حاضر ناس الغيوان وحاضرين المشاهب. الحركه خارجه على القانون غدا مزيان اللي وقفنا شويه غير هادشي ديال كورونا حيت كنا كنجمعوا لي سيناتور ديال لابيتيسيون وقعوا لنا مشاكل حيت قال لك داك لي سيناتور اللي كنا كنجمعوا في انترنت ماشي يمكن ماشي فالاب وداك لو سيت اللي دايرين اللي دارت الدوله ولا ما عرفتش كاع شكون اللي دار داك لو سيت ما تيبوكي بزاف الناس ما قدوش يسني وحنا درنا واحد التاخر قال لك ماشي فالاب المهم خرج لنا العقل حنا خارجين على القانون وخرج لنا العقل مشينا بدينا كنجمعوا لي سيناتور على الما ماشي في انترنت يلا بدينا جمعنا 2500 وجات كورونا وهذا ما كملنا في سور انترنت ولي ريزو سوسيو. اليوم حنا حركه اللي حاضرين بزاف في لي ريزو سوسيو انترنت وعندنا بزاف الشباب كيتبعونا وسورتو في لو كونفينمون كاينين لي بوست كاينين دي بوست ديالنا اللي تشافوا 500000 فوا 500000 نوبه تشافوا تيتشافوا لي بوست ديالنا وحنا هنا بغينا اون فو ليبيري لا بارول بغينا نعطيو الكلمه للشباب واني الخدمه ديالي ديال الخارج على القانون ولا الخدمه اللي ديال شكسبير ولا ديال ماروكياس هي اللي كتلقات دابا في الحصله انا المهم عندي اليوم نعطي الكلمه للشباب وهادشي اللي كندوز تفاعل خارج على القانون دابا دابا حنا سورتو كنحاولوا نتاورغانيزا وكنحاولوا نوليو زعما نتاورغانيزا اون طونك موفمون باش نقدو يكون عندنا لامباكت اكثر دوك حنا دابا غير كورونا اللي عطلتنا شويه دوك اوني تري بريزون سور لي ريزو سوسيو ولكن لو بلوز امبورطون pour nous d'abord c'est de nous organiser mieux. المشكل ديال المغاربه سي كو حنا كنعيشوا بزاف على ود الاخرين ما كنعيشوش على ود راسنا كنعيشوا على هذا غايقول هادي غتقول هذا هذا هو المشكل اللي تيخليهم يمكن في الداخل ديالهم ما كيحترموا الحريه ديالهم الناس حيت بنادم بحال الشيء اللي درنا حنا كاع قلنا خارج على القانون حيت كلشي خارج على القانون ولكن ما تيبغيش الاخر يعرفوا خارج على القانون دوك يمكن هو مع راسو تيحترم راسو تيحترم الحريه ديالو ولكن غير كيدخل في هذاك الشخص الاخر تما كتوقع المشكل وحنا اليوم بغينا نقول بغينا نعطيو الكلمه وبغينا نحرروا ديك الكلمه باش الناس يحسوا ببعضياتهم هذا هو اللي عندنا المهم الناس يحسوا ببعضياتهم